يكفي ان انا اخد منك دقيقة اتفضل. واروح استقبل الصديق العزيز دكتور كرم كردي طبعا طبعا. القريب جدا من محمد صلاح. دكتور مساء الفل يا دكتور. دكتور كرم. الو، يا دكتور مساء الفل يا دكتور. مساء الخير يا كابتن مصطفى، عيد سعيد عليك وعلى الأسرة. ومساء الخير على الكابتن احمد عبد الحليم. اهلا بيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. الله يخليك كابتن، الله يخليك. الحمد لله رب العالمين. انت هنا ولا بره الاول؟ لا انا هنا في مصر. يعني انا في مصر. دكتور كرم كردي، اذا ما قلت انا في المقدمه في الاول ان من اقرب الناس لمحمد صلاح حضرتك. شايف اللي حصل مع محمد صلاح والدوشه اللي حصلت دي، شايفها ازاي وانت عضو اتحاد كره قدم؟ والله يا كابتن مصطفى، يعني الواحد مش سعيد طبعا بما يحدث، وهي بداية الأزمة. أنت فاكر من أيام موضوع الطيارة، ليه استنينا عليه كل ده يا دكتور؟ ليه استنينا كل ده؟ وبعدين الموضوع انتهى. وكان صلاح، يعني أنا شايفه إنه بالنسبة له الموضوع خلص خلاص. الموضوع تجدد تاني في الأيام الأخيرة. ربما يكون يعني في أخطاء في التعبير في الجواب اللي وصل للمهندس هاني يوم 11 أغسطس، بناء عليه برضو يعني المهندس هاني رد وقال طيب بدل ما تبعت لي شخصي، والكلام ده كان من المحامي بتاع صلاح كابتن محمد صلاح، بعت هو على الاتحاد. الأمور تطورت بسرعة، يمكن كان في بعض، يعني على فكرة الأمور دي كلها كانت، يعني احنا كنا حريصين على انها ما تطلعش للإعلام، وان احنا بنقول ان دي حاجة داخل البيت، وأب وابنه او يعني عيلة واحدة المفروض انها ما تطلعش. لكن احنا فوجئنا ان ابتدى ان محامي كابتن محمد صلاح ينزل بعض التويتات او بعض الرسائل، وتبع كده ان هو بعت جواب امبارح، جوابين حتى امبارح، مش جواب واحد، واحد الصبح وواحد بالليل. كان وضع طبيعي ان انت خلاص انت طلعت الموضوع للميديا، وكان لازم ان اتحاد الكوره يرد، يبقى الموقف ولازم يرد، وخصوصا ان الموضوع يعني انا مش شايف حاجه، يعني حاجه صعبه او حاجه مستحيله او مشكله كبيره. بالعكس، يعني كلها حاجات من السهل الوصول لحلول ترضي جميع الاطراف، وخصوصا ان صلاح ده ابننا وكلنا بنحتفل بيه وكل مصر فرحانه بيه، واذا كان هو ولا زملائه في المنتخب كلهم ولادنا، واحنا حريصين عليهم زي ما هم حريصين على انفسهم. لكن يعني الامور تطورت بسرعه، لكن لغايه دلوقتي انا يعني مش شايف ان في ازمه حقيقيه، لكن كل حاجه طبعا سهل ان هو نوصل زي ما قلت لحضرتك لتوافق، لان الامور مش بعيده، يعني حتى الطلبات اللي صلاح طالبها اللي ارسلها المحامي بتاع صلاح، او صلاح اتكلم عليها في البث اللي هو عمله، كلها حاجات يعني انا مش شايف ان طبيعيه يعني حاجه ما فيهاش صعوبه. طب يعني ليه يا دكتور الازمه أوي. ليه يا دكتور الازمه بقى لما انت حضرتك مسؤول وبتقول انها حاجات طبيعيه؟ وبعدين صلاح نقطه مهمه جدا يا دكتور، هو احنا صدرناها لصلاح لوحده، بيقول لك انا واللعيبه. ليش يا كابتن مصطفى؟ ما هو برضو انا بقول لحضرتك ربما يكون في اخطاء في التعبير في الرساله بتاعت المحامي بتاعه. يعني هو مثلا لما يكتب ايه؟ لما يكتب انا عايز 2 حراس على باب اوضه صلاح، وحارس في الدور اللي فيه صلاح، ماشي؟ حارس في الدور ده شيء منطقي، او 2 حراس حتى في الدور ده شيء منطقي، وده اللي احنا شفناه في روسيا. واخد بال حضرتك؟ لكن 2 حراس على باب كل لاعب، لان انت ما تقدرش تميز لاعب عن لاعب. لا طبعا. يعني واخد بال حضرتك؟ ف يعني ممكن قوي يكون هو كل اللي يهمه في الموضوع ان هو عاوز يأمن صلاح. لا يكفل، لا مش تأمين حتى، يكفل لصلاح الراحة
واخد بال حضرتك، ما بين المباريات، ما بين التدريب، وده شيء منطقي جدا ومقبول. طب تسمح لي يا هو دكتور، معلش ان انا بقاطعك. لا صلاح اتفضل. قال، صلاح قال الكلام ده بناء على ما حدث في كأس العالم في روسيا. لا بص حضرتك، لا احنا خلينا برضو ايه، يعني انا عايشت الكلام ده كله. يمكن هو اليوم الوحيد اللي كان صعب فعلا على اللعيبه كلها وعلى صلاح اكتر منهم، هو اليوم اللي صلاح وصل فيه المعسكر قبل السفر الى روسيا، وكان في احدى الفنادق هنا في القاهره. ده اليوم ده طبعا ان كان صلاح اول مره يجي بعد الاصابه، وكانت انت عارف احنا شعب عاطفي، عاطفي كله والناس بيحبه وعايز بتحب يطمن صلاح، عليه. والناس بتحب صلاح، والناس عرفت ان المنتخب قاعد في الفندق الفلاني، فالناس كلها راحت علشان تشوف صلاح. والناس للاسف ما يعني ما بتكتفيش بس ان هي تشوفه، او عايز تطمن. تصور عليه وعايز تسلم عليه وعايز يمضي لها على الاوتوغرافات. وده كان طبعا بالنسبه له يعني اكيد كل واحد بيبقى سعيد داخله، لكن في نفس الوقت كل واحد عنده طاقه في الحاجات دي، يعني ما تقدرش تستحمل بالظبط الضغط الزياده. بالظبط. هو ده اليوم الوحيد اللي انا ممكن اقول ان لما صلاح يشتكي منه او اللعيبه كلها تشتكي منه عندهم حق. لكن ده كانت حاجه الناس فرحانه ان المنتخب رايح كاس العالم، ويمكن حتى تجلى ذلك في عدد الناس اللي راحت حضرت التدريب، يعني تدريب المنتخب ما الناس ما تروح او ما تروحش ما بتفرقش كتير، لكن يومها الناس كلها راحت فرحانه ان مصر رايحه كاس العالم بعد 28 سنه، فرحانه بان نجمها محمد صلاح خف، لان الناس كانت متخوفه طبعا ان هو ما يلحقش بمباريات كاس العالم، هو للاسف ما لحقش باول مباراه. فده كله هو سبب ازدحام وسبب رغبه من الناس ان هي تشوف نجمها وتطمن عليه. ويعني والدليل على كده ان حتى يعني فخامه رئيس الجمهوريه نفسه اطمن استقبل عليه. الفريق يوميها، وكان دايما يطمن عليه طول ما احنا قاعدين، طمنا صلاح. يعني دي كان الشعور العام عند الناس كلها. لي حق ان هو يقول والله ده كان صعب، لكن غير كده لا، ما كانش فيه في طول كاس العالم وانا كنت موجود على طول، لا ما كانش فيه اي مضايقات على الاطلاق، والروس كانوا لا يسمحوا. خد بال حضرتك، الروس كانوا لا يسمحوا ان حد بس صلاح يطلع. قال الكلام ده يا دكتور. لا ما قالش، صلاح قال لك قال الناس ايه؟ لحد قال الساعة 6 معلش الصبح عندنا في انا الأوض هقول ما لحضرتك بننامش غير الساعة 6 الصبح، يا كابتن والناس مصطفى، بتفتح علينا الأوض واحنا نايمين. يا كابتن مصطفى عم تفتح وبتاع، انا ما اقدرش اقول فيها، لكن بلا شك ان كان في اداريين وجهاز اداري المفروض يكون مسؤول عن الكلام ده، لكن هو تحديدا انا فاكر اللي هو قاله، قال حتى انا نصحوني ان انا ما انزلش اتسحر. قال حضرتك فما نزلتش اتسحر، دي ما حصلتش الا هنا في القاهره فقط، لكن هم السفر كان يوم 10، وبعد كده طبعا في جروزني ما كانش فيه يعني سوري ذبابه بتخش باب الفندق او بتخش الاستاد اللي في التدريب. طيب هو دكتور، فعلا اليوم اللي حصل فيه ده ده في القاهرة يوم اسكندرية. السفر الى روسيا. طيب لا في القاهره، في القاهرة. السفر طب الى دكتور، روسيا. احنا ممكن يعني لا قدر الله اذا ما اتحلتش الازمة نشوف استبعاد لمحمد صلاح ماتش النيجر ولا صعب؟ لا هو الراجل حتى في تسجيله الراجل لم يذكر اطلاقا، لا يبقى يعني الاستبعاد من قبل الفلوس. الاتحاد مش صلاح. لا اصل هو برضه احنا يعني خلينا نتكلم، هو صلاح نفسه ما عملش حاجه، ايوه يعني اذا كان حتى يعني المحامي بتاعه من حرصه على صلاح يعني طلب حاجات، فده من حرصه برضه على نجمنا. يعني هو في الاخر الموضوع كله لمصلحه اللاعب ولمصلحه مصر. احنا مش عاوزين نكبر امورك يا كابتن، يا ريت يا ريت يا دكتور. ولا يمكن طبعا الكلام انه يصل الى استبعاد او الكلام ده، لكن يعني باذن الله كل حاجه هتكون ان كويسه، شاء الله وصلاح هيكون ان شاء الله موجود موجود. مع ولادنا في مصر. حد اتصل، اتصلت بصلاح؟ حد يكلم صلاح يا دكتور ولا مفيش حد يتكلم صلاح؟ كان في بيني وبينه رسالة واحدة وهو رد عليها،
وكانت يعني ما فيهاش ما يدعو الى ان حضرتك احنا نوصل نقول ان صلاح مش جاي او ان صلاح احنا نستبعده. لا، احنا نقدر نستغنى عن صلاح، ولا صلاح يقدر يستغنى عن مصر وعن منتخب مصر. طيب اخر سؤال بقى دكتور قبل ما نسيب حضرتك، مين مدير منتخب الوطني، ايهاب لهيطه ولا ايهاب لهيطه ولا ايهاب لهيطه؟ بالتاكيد مش ايهاب لهيطه. بالتاكيد ده رايك بس، المهندس هاني عايز المهندس انا بريد. لا ده مش رايي. رايكم كلكم؟ بالتاكيد مش ايهاب لهيطه. بالتاكيد لا، كل الظروف بتقول ان ايهاب لم يوفق في الفتره اللي كان موجود فيها. ممكن يكون بذل مجهود، هو راجل على خلق، جدا راجل منظم، خد بال حضرتك، لكن اي حد بيروح منصب لابد ان هو يؤدي الدور بتاعه على اكمل وجه. انا شايف ان لابد ان يكون في تغيير، لان بلا شك ان برضو طول الفتره هي اللي ادت الى نوع من التالف الزائد، ممكن يكون ده سبب انواع كثيره من القصور في الاداء في الفتره اللي فاتت. مين اللي الدكتور اللي هيجي للمنتخب؟ دكتور محمد ابو العلا. ابو محمد ابو العلا خلاص رسمي؟ يعني هو النهارده موجود. النهارده طبعا بسبب المشكله اللي كانت موجوده ما كانش في وقت ان احنا نحط جهاز طبي طبي واخبار حضرتك، لكن الجهاز موجود بيأدي عمله اذا كان في تغيير. لكن انا اعتقد ان الدكتور محمد باذن الله يكون موجود، لان هو راجل يعني مجتهد وراجل ادى يعني اللي عليه ما عليه وزياده. طب السؤال اللي بعد السؤال الاخير يا دكتور الاخراني بقى بجد، يعني ليه الزمالك هيلعب ماتش السوبر بدل الاهلي وهو الرابع في الدوري الممتاز؟ ده قرار اتحاد الكوره ام قرار الاتحاد السعودي ام قرار المسؤول عن الرياضه في الاتحاد في السعوديه بالتحديد؟ كابتن مصطفى، اتحاد الكوره صدر منه الكلام ده؟ اتحاد الكوره صدر منه في الكلام بتاع المهندس احمد مجاهد النهارده، بناء على اتفاق كان تم ما بين المهندس هاني ابو ريده وما بين المسؤول عن الرياضه في السعوديه، ان النادي الاهلي هيلاعب نادي الهلال، ونادي والاهلي الزمالك الزمالك لاعب نادي الاتحاد، وان في اسبوع الشيخ زايد وفي ابو ظبي، ولمكانه الشيخ زايد واخد بال حضرتك لدينا احنا المصريين، النادي الاهلي وافق ان هو يروح يلعب مباراه في ابو ظبي. لكن اللي صدر بعد كده ما صدرش من اتحاد الكوره، فاحنا مش مسؤولين عنه. إذا كان في حد عاوز يعتذر، إذا كان الأهلي هيعتذر فبيعتذر، إذا كان الهلال عاوز يعتذر يعتذر، لكن مفيش حاجة اسمها سوبر اللي إحنا عارفينه، إلا بيكون ما بين بطل دوري وبطل دوري وبطل كأس وبطل كأس. يعني ده مش سوبر بالنسبة للزمالك والهلال. لأ، هو أساساً مفيش نادي يقدر يلعب سواء داخل مصر أو خارج مصر الا بموافقه اتحاد الكوره. بالظبط. مفيش حاجه صدرت من عندنا، واذا كان هو تم التراجع في الاتفاق اللي تم مع المهندس هاني، فاحنا لازم نشوف الموضوع وسبب التراجع ايه، واحنا لا يمكن نعمل الا الحاجه المنطقيه السليمه يا كابتن مصطفى، احنا مش هنالف. وده عهدنا بيك يا دكتور، وان شاء الله بالتوفيق، واحنا عايزين حلقه مع بعض لان في امور كتيره جدا في الاتحاد عايزين نتكلم عليها ونوضحها للناس. دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره نادي الاتحاد، واللي كان ليه فضل كبير وانا ماسك نادي الاولمبي ابو حميد ان انا صعدت، وكان تدعيم غير طبيعي من الدكتور كرم كردي. بشكرك جدا يا دكتور، تسمح لي ابو حميد.